والله الدنيا غالية زي ما انت شايف، وغلاء الاسعار، واديك شايف السمنة بكام والدقيق بكام واللحمة بقت بكام، وما تعرفش المواطن ازاي هيستقبل العيد وازاي يعمل كحك العيد وازاي يجيب لبس لاولاده في العيد. انت عشان تروح تشتري طقم لاولادك، طقمه بيجي له ب 500 جنيه ولا ب 600 جنيه ولا ب 300 جنيه، واصلا ما في زيادة في المرتبات، فدي مش تعرفش ازاي هتستقبل، يعني الناس تستقبل العيد ازاي يعني. والله الاسعار يعني عياذ بالله وحشة جدا، يعني كل اللحمة 75 جنيه، كل اسعار دي السمنة كحك العيد، الحاجات كلها غالية، وربنا يلطف بينا من غلاء لغلاء لغلاء لغلاء. قعدنا 7000 سنة بنقول إن شاء الله مصر هتتحسن، مش عارف هتتحسن إمتى. إحنا بنعاني، الشعب الفقير، إحنا يا فقراء يا معدومين، إحنا الغلابة المعدومين، إحنا الغلابة اللي بنحس بغلاء الأسعار وبارتفاع الأسعار. إنما الناس الأغنياء والناس اللي فوق والسيسي والحاشية بتاعته عايشين في القصور وعايشين 100 100، بياكلوا ويشربوا، ما بتفرقش معاهم كيلو اللحمة بكام النهاردة أساسا. النهاردة الأسعار غالية جدا، ومعاش الناس ما معاش فلوس ولا عارفة تجيب كحك العيد ولا دقيق، والكيماوي بتاع الأرض غلي، الكيس الشكارة ب 100 جنيه في الجمعية بنجيبها ب 170 جنيه. طب وده كلام؟ واللي ميه اهي، اللي ميه الترعه ما فيش ميه اهي، فقال له ميه نسقي كيف احنا ازاي دي؟ قال الترعه اهي، دي ترعه والطرف موجود، وفقال له ميه ما فيش ميه، والاسعار نار. الكيلو اللحمه دلوقتي ب 70 جنيه، الراجل يجيب منين كيلو لحم لاولاده؟ والكيلو الدقيق شكارة الدقيق بقى دلوقتي بقى وصلت 150 جنيه، الناس هتعمل كحك منين وتجيب سمنه منين؟ والظروف والله الحاله الاقتصاديه يعني استحت السفر. فين الفلوس اللي هنجيبها البضاعه ونجيبها الحاجات؟ كل حاجه غليت، ما الواحد مش ملاحق يشتري، ولا المرتبات بتنقص والاسعار بتزيد زياده جنونيه، ومحدش لاقي اصلا. يعني انا مش عارف هنستقبل العيد ازاي، مش عارف والله. يعني الملابس بقت بكام، الاكل والشرب بقى بكام، محدش ملاحق ابدا على الاسعار، والمرتبات زي ما هي بالعكس بتنقص، يعني في الناقص، والمكافآت يعني ما فيش.